هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ترد السائل ولو جاءك على ولو جاءكم على فرس؟ نعم ورد في هذا أثر لا يرد السائل ولو جاء على فرس، يعني له حق. الله جل وعلا يقول وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، قال تعالى وأما السائل فلا تنهر، السائل له حق لأن يعطى على سؤاله وإلا يدفع بالكلام الطيب كلام اللين ولا ينهر ويزجر، إلا إذا علم أنه ليس محتاجا وإنما يسأل من غير حاجة هذا ينكر عليه ويمنع. أما السائل اللي ما ندري عنه هذا إن كان معنا شيء أعطيناه وإلا دفعناه بالتي هي أحسن، طيبنا خاطره بالكلام الطيب.